يا ميلي يا ميلي يا عيني يا ميلي يا ليلي يا ليلي. مئة عام من الليالي. مئة عام من الموسيقى العربية مع الباحث الملحن والموسيقي الدكتور هياف ياسين. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مئة عام من الموسيقى العربية. الحصة اليوم لقالب الموال المصري مع شيخ المطربين المطرب الكبير سيد الصفتي، مواليد سنة 1867 وتوفى سنة 1939، هذا التاريخ الذي يؤرخ به المؤرخون بأنه تاريخ انتهاء النهضة. سوف نستمع إلى ثلاثة مواويل مرسلة طبعا غير موقعة، الأول من مقام السيجا والثاني من مقام الرست والثالث من مقام الجهرك. نبدأ بداية من مقام السيجا مع موال قم في دجليل أو في دجليل باللهجة المصرية. تقاسيم سيجا، القنونجي هنا عبد الحميد القضابي، يا سلام على العفق باليد اليسرى، يا سلام يا ليلي يا ليلي، ليالي في البداية، يا ليلي يا عيني يا ليلي يا يا سلام على هذه الليالي الرائعة. يا سلام على القانون المترجم. يكمل الليالي. مرافقة ومراسلة في القانون، نتابعه حرفيا، تواصل بين العازف والمغني والمطرب. يا سلام يا سلام شيخ صفتي، أيوة للقانون. جناس تام على كلمة طالع طالع. يا سلام، أيوة يا سامي الشوا، أيوة هذه الكمانجة الخاصة به وهذه جمله. يا روحي
الله رطب الأجواء. الله الله طلع بدر الجمال الجمال صار خبير نغم الشيخ خالد صافتي يا روحي يا مدعي الحب يا مدعي الحب خد لك خد لك في الهوى طالع ايوه يا عبد الحميد يا قانونجي هبوطا رويدا فرويدا طالع في كتب الغرام ايوه يا شيخ سامي دخل سامي الشوا الساحر يا سامي يا سامي عبر له شيخ سيد صفتي هنا نبقى في شؤون المواويل عينها ومع المطرب الكبير الشيخ سيد صفدي وننتقل إلى مقام الرست لنستمع وإياكم إلى موال الليل أهطال. الله الله حق عبد الحميد الكويتي عبد الحميد القضابي على القانون تقاسيم في الرست بالمنطقة العليا هذا مقام الكردان طبعا من يتابع هذا البرنامج هذه الليالي في الجينيريك وفي البروموسيون بالأساس هي من هنا بصوت الشيخ سيد صفتي من موال الليل أهطال الليل أهطال طال محير وعذب الجن سيدي راست الليل أهطال محير وعذب الجن سيجا وبزرق معاكم راس كردان وقف دمعي قف دمعي وقفني من دماغ الليل أوطان الله 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 تمكن 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 هائل من الصياغة اللحنية مخيلة في صياغة الجملة اللحنية الليل أهطال
سلام يا سلام. لا في على القلب بحبه وأوعابه. سلام على القانونجي هذا النبض المتواصل. الله الله. زحلقة بالصوت. يا سلام. سامي الشوى من جديد على الكمان. ميزان من القانونجة. يا حلاوتك يا سامي. جميل الشيخ سيد صفدي لا يشعر بتاتا المستمع بالملل حين يستمع إليه في هذه الارتجالات الرائعة. نكمل ولكن هذه المرة في مقام آخر هو مقام الجهركة ونستمع له في موال يا بدر التم الجميل. الله على الجهركة وعلى القضابي. يا عبد الحميد يا قضابي يا شاطر أكثر من شاطر. نبضه مخيف رائع جدا. يا سلام. ايوه يا شيخ سيد صافتي. مباشرة شق أفازة حجاز على الكردان. يا سلام يا سلام يا سلام. رصانة في الأداء والغناء شيخ المطربين الشيخ سيد صفتي. الله لقد انفعل أحد المطيبين في الخلف. سلام يا سلام يا سلام. وان كان حبيبي يوفيني نسيت وفراق. دخل سامي أفندي الشوى على كمانه. شق أفازة حجاز على الكردان. التركيز على الشوق أفازة بقوة. أظهار الحجاز على الدرجة الخامسة الكردان ثم القفلة مباشرة على الجهركة. تمكن كبير لهذا المطرب الكبير الشيخ سيد صفدي من الغناء. لقد متعنا بهذه المواويل الثلاثة. شكرا لحسن الإصغاء أيها الجمهور الكريم. من أحب الاستماع والاستمتاع لرصيد هذه الكنوز هذه الموسيقى الغنية ما له إلا أن يبقى في الانتظار في الموعد عينه من كل يوم. إلى اللقاء. مئة عام من الليالي.
مئة عام من الآهات. مئة عام من التقاسيم. مئة عام من الموسيقى العربية مع الباحث الملحن والموسيقي الدكتور هياف ياسين. مئة عام من الموسيقى العربية يذاع من الاثنين حتى الخميس 12:30 ظهرا، وفي إعادة 10:00 مساء من إذاعة الشرق.